دعوة إلى فتح صفحة أخرى يجمع فيها الشمل مع جزائر جديدة. السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات أكدت أن الرئاسيات جرت في ظروف مثالية بعيدة عن التزوير، وأنها وقفت على نفس المسافة مع جميع المترشحين. لا مفاضلة ولا تفضيل لدينا في بين المترشحين، وذكرتها اليوم في كلمتي. يعني رغم أن الكثير من المواطنين يعني حرموا من ممارسة حقهم، ولكن الحمد لله لم يحدث ما لا يحمد عقباه. وبالنسبة لنا الحفاظ على سلامة الأشخاص وعلى الأرواح أقدس من كل غاية أخرى. شرفي اعتبر أن إخطارات التجاوزات محدودة ولم تؤثر على العملية الانتخابية، وأن الفصل في الأصوات المتنازع عليها من صلاحيات المجلس الدستوري. لم نسجل يعني قطعيا ولو أتتنا احتجاجات، بلغنا بها أصحابها للكف عن ذلك، ولكن إن كان هناك يعني أفعال من شأنها المساس بمصداقية الانتخابات فذلك لن يسقط بانتهاء العملية الانتخابية، وأنتم تعلمون بأن ما كانش يد طويل قد يد العدالة. هي نتائج أولية في أول انتخابات تشرف عليها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، في انتظار تأكيدها من قبل المجلس الدستوري في أجل أقصاه 10 أيام.